سؤال ينطرح باستمرار، شلون أحفظ الصور برقم سري بالآيفون؟ خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتكلم عن موضوع شلون أقدر أحفظ صور برقم سري بالآيفون والآيباد. وايد من البرامج طلعت تقدر تحفظ فيها صورك وفيديوهاتك، لكن فيها مشكلة. المشكلة إن إذا نزل تحديث لجهاز الآيفون نفسه أو الآيباد، ممكن هذا البرنامج ما يكون يدعم هذا التحديث. بهالحالة شنو راح يصير؟ ملفاتك راح تظل داخل البرنامج والبرنامج ما راح يشتغل وراحت عليك الملفات. ففي طريقة أفضل، فراح أوريكم على الجهاز شلون تقدر تحفظ الصور برقم سري بدون ما تضيع منك، وتقدر تحفظها على الآي كلاود وتكون ملفاتك بأمان. خلينا نشوف الطريقة اللي راح أوريكم إياها الحين. راح أطبق على الآيباد لكن نفسها تنطبق على الآيفون. لو دخلت على الصور هني على سبيل المثال، خلونا نختار مثلا هني صورتين عندي، هذول الصورتين أبي أحفظهم برقم سري. فاللي راح أسويه الحين إني راح أشغل برنامج الملاحظات اللي هو النوتس، وبعدين في عندك خيارات إنك تختار الملاحظات أو تختار آي كلاود. فعندك نوتس وعندك آي كلاود. آي كلاود إذا كنت تبي الصور تتخزن بالآي كلاود عشان ما تضيع منك حتى الوضع منك التليفون. الملاحظات النوتس راح ينحفظ بالجهاز نفسه، وإذا ضاع منك الجهاز راحت منك البيانات. فمثلا هني أنا بختار آي كلاود. من الآي كلاود راح أسوي لي نوتة جديدة. فتح معي نوتة جديدة حاليا، خلونا نسكر هذا. لاحظوا أن النوتة فاضية. راح أروح على علامة الزائد وأختار مكتبة الصور. من مكتبة الصور راح أدخل على الصور كاملة وأختار الصورتين اللي أنا أبي أحفظهم برقم سري وأضغط على تم. لاحظ ان انضافوا الصور بهذا المكان. للحين انا ما سويت اي شيء، فقط ضفتهم الى ملاحظة. راح اضغط على علامة الشير وراح اختار قفل الملاحظة لوك. بعد ما اختاره راح يتعرف على الوجه اذا كان نظام تعرف على الوجه، او راح اختار كلمة السر او البصمة اذا كان في بصمة. فأنا راح أحط له إدخال كلمة سر. هني يقول لك حط باسورد لقفل كلمة السر لهذه النوتة، وأي نوتة ثانية تستخدمها تبي تكفلها أيضا راح تسوي نفس الحركة، راح تستخدم نفس الباسورد، ما يصير كل نوتة باسوردها بروح. فهني أنا راح أقول مثلا 1 2 3 4 5، أضغط على موافق. اللي صار الحين أن الملاحظة صار يمها علامة قفل، ولكن للحين ما انقفلت. عشان تقفلها تضغط علامة القفل اللي فوق. الحين انقفلت، الحين ما حد يقدر يشوفها إلا يحط رقم سري. فاللي عليك تسوي إنك إذا رحت على الصور ما زالت الصور موجودة هني، فلازم تي تمسحها من هني. حذفتهم حاليا مو موجودين بالصور، فمسحتها حاليا مو موجودة بالصور. اضغط على الملاحظات، موجودة بالملاحظات ولكن تحتاج إلى رقم سري. اضغط على عرض الملاحظة، حاول تعرف على الوجه. إذا ما لقيت تعرف على الوجه تقدر تسوي إدخال كلمة السر. هني احنا حطينا من 1 ل 5 ونضغط على موافق. فتحهم والصور موجودة هني داخل. المشكلة اللي راح تواجهك هني إن ما تقدر تحط علامة القفل على الفيديوهات. هذا ينطبق فقط على الصور، الفيديوهات ما يصير. بعد ما تنتهي الحين خلاص شفتهم، تقدر ترد تقفل مرة ثانية عشان تطلع، أو تقدر تضغط على الصورة وتسوي لها شير وتحفظها كصورة بالجهاز. تقدر تردها مرة ثانية حق الجهاز. تقدر تسوي شيء ثاني، إنك تضغط على علامة الشير وتقول له حفظ 2 من الصور على حسب عدد صور اللي موجودة عندك. مجرد ما تضغط هني راح يرد يحفظهم مرة ثانية بالألبوم. لو جينا وقفلنا هذا ونسينا الرقم السري شنو نقدر نسوي؟ اللي راح تسويه انك راح تروح الى الاعدادات اللي هي سيتنجز، بعدين ملاحظات نوتس، بعدين كلمة السر اللي هي باسورد. هني راح تقدر تسوي اعادة تعيين كلمة السر. اضغط عليها راح يقول لك حط لي باسورد الآي كلاود اللي انت تستخدمه بالجهاز. يقول لك تبي تسوي اعاده تعيين ولا تلغي الموضوع؟ اعاده تعيين. راح يقول لك شنو كلمه السر الجديده اللي انت تبي تحطها.
فأنا راح أحط الحين 1 2 3 بعدين مرة ثانية تكررها، بعدين تلميح شيء ممكن يذكرك بالباسورد بدون ما تكتب كلمة السر نفسها، لأنه راح يطلع لك بوقت اللي تنسى الباسورد. فأنا راح أقول 1 2 3. طبعا ما راح يكون بهالوضوح، ما راح تستخدمه بهالوضوح. بعدين نضغط على دن، تم. اللي صار الحين انه غير كلمة السر. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، لا تنسى تشترك بالقناة وتحط لنا لايك على الفيديو. اذا عندك اي استفسارات اكتب لنا اياها اسفل هذا الفيديو. نوصل للختام، كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.